الجغرافية المصرية انضم إليها حديثا، وببارك لك طبعا على الله انضمامك يبارك يا فيك، دكتور. ميرسي. أهلا بيك وألف اهلا مبروك. بك، الله يبارك فيك ميرسي جدا. اول مباركه اعلاميه، ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله، يبارك للشعب المصري أهلا كله. بحضرتك يا دكتور، وألف مبروك، وكل سنة الله وأنت طيب يبارك سنة، وانتم يعني بالصحه كل والسلامه. إيه. طيب احنا خلينا نتكلم على الحيوانات. الحقيقة نعم. طبعا كلنا عارفين القطط كانت لها مكانة كبيرة جدا في عند المصري القديم، والكلاب أعتقد برضو في معبودات أو صحيح. معبود بشكل كلب. خلينا نتكلمنا بقى عن إيه الحيوانات اللي كانت مستأنسة في عند المصري القديم وكان لها قدسية عنده. كعادتنا هنبتدي بكلمة هيروغليفية، هنقول النهاردة هنعمل ما قال عنه المصري القديم إيو وان. سهلة بقى النهاردة. إيو وان. إيو وان كانت بداية القصص عند المصري القديم. المصري القديم يجي كان يكتب قصة مكان كده؟ بالظبط، برافو عليك، واخدها من القاموس، ده قاموس كاتبها كده، برنادات موني كاتبه كده، يعني برنادات اللي في قاموسها الكبير كان يا مكان، وهي فرنسية، لكن كان يا مكان استخدمت نفس الكلمة اللي قلتيها بالظبط. فهي دي كانت بداية الجملة. فاحنا النهاردة هنكلمكم عن قصص الحيوانات كان يا مكان. المصري القديم كلنا خلاص قطط عرفناها، لكن جميل الجديد بقى، جايب لكم بعض الصور هتتعجبوا ازاي المصري القديم كان حنين على الحيوانات، وازاي كان عنده رفق بالحيوان. لا لم اضرب دوابي وانا عمال الف في مقابر، دي من ضمن ال 42 خطية اللي انت بتشيليها من على نفسك في يوم الحساب في مصر القديم. بتقف 42 قاضي، 42 معبود، هو امن بكده. وهيقول لا لم اقتل، لا لم ازني، لا لم اسكر، لا لم، وكان لما جيت قص السكر شرب الخمر ما قالش لا لم اسكر، قال لا لم يخش على قلبي، قلبي ما اغشاش عليه. ومن ضمن الحاجات قال لا لم اضرب دوابي. انا واخد الكلمه دي بقالي سنين وعمال الف في المعابد، ابص الاقي هو قدام مثلا البقره او التور وهو مثلا ماشي في المزرعه ورافع مثلا قماشه كده بعصايه، قماشه يعني مش كرباج، قماشه كده لذيذه كده ورافعها فوق، عمرنا ما شفناه وهو بيضربه مجرد بس كده علشان يمشي او يجري او حاجه زي كده. تعال نشوف الصور. فعندنا فكره هذا الحيوان الجبان. انا قلت مع الاستاذه في الاعداد، قلت لها احنا عايزين نبتدي بالزرافه، كنت جايب لكم صوره الزرافه. الزرافه دي من الحاجات اللطيفه جدا، انا بحب الزرافه دي، كلنا بنحب الزرافه، كلنا بنروح جنينه الحيوانات بنحب الزرافه. بالزبط. انا بحب الزرافه عشان انا طويل. الزرافه دي يا جماعه جايه من الجنوب العظيم خلاص، ودي جايه هديه الى مصر. كان في وزراء في مصر القديمه هم اللي بيتلقوا الهدايا اللي جايه من الامم الاخرى. هتبصي تلاقيها اولا نمره واحد زرافه بيبي. لاحظنا دي ولا ما لاحظناش؟ لاحظنا، يعني زرافه مش كبيره في السن، والدليل شايفه طولها لو قارناه بالبشر آدم. مع ان السايزز او الايه الاحجام في مصر القديمه ممكن تبقى رمزيه شويه، بس دي نمره واحد. نمره اتنين، ملاحظين بقى المصري القديم الجميل تملي يحط لك تاتش فيه طرفه او فكاهه. تخيلي عشان الناس بقى اللي عماله تقول المصريين طول ما عمالين يحنطوا، طول ما عمالين يعملوا في مقابر، لا ده هو فكاه جدا. وعملوكم مره النكته في مصر القديمه هتموت على نفسكم من الضحك، ده كان ابن نكته. انا بكلمك فعلا، ده يعني مصر احنا القديم عندنا ده خفه الدم دي وراثه من مصر القديم، جينات. هتلاقي فيه قرد اخضر بيتسلق في رقبته، ودائما اول ما بنقول قرد بنضحك، معرفش ليه، يعني اول ما بنقول كلمه قرد على طول بنضحك، لان هو حيوان لطيف. أيوة لطيف والنسناس وكده. طيب فاذا هذه الزرافه. المصري القديم لما جاي يستخدم كلمه سر بالهيروغليفي اس ار سر، راح كاتب سين راء وراح حاطط رسمه، ما تتنطقش، رسمه الزرافه. كلمه سر يعني يتنبأ بما هو قادم. شوفي ذكائه، جايب الزرافه الطويله اللي هي بتشوف لقدام لقدام، وراح حاططها بمعنى تتنبأ باللي جاي. شوفي ازاي الوصله ما بين عينه مشغله في الطبيعه ازاي. تعال نشوف الصوره اللي بعديها. يبقى اذا هذه الحيوانات الجميله. الكلب، الكلب في مصر القديمه له باع، وعندنا الكلب اتحنط كذا طريقة، منها طريقة الكلب المحنط الواقف على رجله الأربعة وتوجدت في مقبرة في وادي الملوك. خلاص بصوا كويس يا جماعة على الكلب ده، في بعض الأحيان بيبقى فيه الديل بس ساعات بيتكسر، لأن الديل بيبقى لوحده فبيبقى سهل ورفيع فبيكسر. بصوا على رقبته، شايفين في خط في رقبته ولا مش شايفينه؟ هي يبقى لازم تضيق شوية، بس في خط كده نازل من عند كده بقه التحتاني كده، الفك التحتاني لغاية صدره بشوية. ده ليه؟ ده لأن ده هيفتح ويقفل بقه، ده هيبقى زي المابتس، ده هيبقى زي الليله الكبيره، ده هيبقى زي العرايس الماريونات يعني اللي بتتحرك وبتفتح وتقفل. الفك متحرك، بتخيلها، علشان ده ممكن يبقى لعبه للاطفال وممكن يفتح ويقفل وتعمل انت اصوات.
ده بقى الصورة الرسمة المصرية القديمة اللي من آلاف السنين دي عاملاني أنا شخصياً حالة. أنت متخيل الدالميشن؟ كنت لسه أقولك ده الفيلم مصري بالفيلم بالظبط كده. مش قادر أتخيل يعني. أنا ذات نفسي اتفاجئت. أنت بقى هو بتتكلمي هو شكل الكلب ده أصلاً كان موجود زمان في مصر القديم ده مش موجود دلوقتي عندنا في مصر. خلاص؟ في بعض برافو عليك ودي نقطة مهمة حضرتك ذكرتيها إن في بعض الأشياء اللي كانت موجودة بعض الحيوانات كانت موجودة زي الخرطيط. زي مثلا وحيد يعني القرن يعني دي مش متركبه زي الصوره دي حقيقيه بجد والله ما عندناش فوتوشوب في مصر القديم. الواحد مش مصدق ده حقيقي. دالميشن واسمه بالعربي الدلماسي عشان الناس اللي هتدور على كلمه دالميشن بالعربي هيجدوا مشكله لان الدال زي ما انت بتقولي ده خلاص ما بقاش موجود في الدول العربيه. اسمه ايه الدلماسي؟ الدلماسي وفتح على الدال دالميشن في الانجليزي وطبعا الفيلم اللي خلى كل الدنيا تعترف بيه. ده كلب لطيف قوي بحبه قوي. هو شويه ممكن يبقى زايد في الوزن سنه معلش عندنا كلاب بتاكل كده وبتبقى زايده في الوزن. طرافة المصري ان الكلب دوت سماه فوق ايه شايفه الهيروغليفي اللي فوق ده عنخو. طب عنخ وعرفناها حياه عيشه عايش حي ده عنخ توت عنخ امن الشكل الحي للشمس يبقى توت عنخ امن عنخ فيرب تو بي الكينونه to be or not to be شكسبير هاملت كلنا عارفينها اقول او لا تعنخ or not تعنخ عنخ او لا عنخ تلك هي المساله. بص هو هنا مسميه النشيط العايش رغم ان هو ممكن يبقى كلب شويه زائد في الوزن فممكن ما يبقاش النشاط الكبير او بس هو مسميه العكس هو بيتريق عليه يعني العكسيه ودي حصلت عندنا الراجل الكتب. الاسد حيواننا المفضل الجميل الليث يقول لك العباس في اللغه العربيه العباس عارفه العباس اللي هو مش احنا عندنا طبعا. في اسكندريه العباس المرسي ابو العباس المرسي ابو مرسي ابو العباس العباس اللي هو ايه في العربي الليث التي تخاف منه هو تخشاه الليوث يعني الاسد اللي بيخاف منه الاسود ده اسمه العباس. هنا بقى المصري القديم بصوا يا جماعه في بدايات حتى قبل توحيد القطرين كانت الاسود مكرمه في مصر القديم عشان كده ما تستغربيش لما تلاقي ابو الهول الناس تقول لك اكبر تمثال تم نحته ابو بصوا ده دي زغنونة جدا. بشكر وزارة الآثار المتحف المصري في التحرير عمل نيو اكزيبيشن سيناريو عرض سيناريو عرض جديد وظهرت اشياء في الاشياء دي كنا بندور عليها بنلاقيها بسهولة دلوقتي الحمد لله. دي من ضمن الحاجات اللي انا مصورها ما فيش كام يوم هذه الايه الحيوانات الصغيرة دي اسود زغنونة ربما دي كانت لعبة زمان زي الشطرنج او زي الالعاب بتاعت السلم والتعبان اللي بتتحرك فيها الحيوانات مع بعضها ربما وربما لها ايه طقس ديني. اتفضل شوف الصوره اللي بعديها بقى بصوا المنظر هتلاقوا الاسود. الاسد كان اول معبود في مصر القديمه دي صوره الاسد كويس والمين بتاعه المين بالانجليزي يا جماعه اللي هي اللبده اللي هي الشعر اللي بيبقى ايه محوط كده دماغه دي كويس كده زي اللي حواليه ده. فيقول لك هو ليه ابو الهول دماغه ليه ابو الهول اللي انتوا بتروحوا تشوفوا الجيزه دي راسه اصغر في الريشيو ها في المقاييس في النسب اشكرك للجسم. فقال لك لان في نظريه طلعت قالت لك ممكن يبقى كان اسد كبير ثم تم نحت راس الاسد الى راس الملك لما الملك بقى نصف معبود عشان كده الراس اصغر من الجسم عملوه بالنسبه الادميه بس بشكل الاسد. الاسد على البرديه قاعد بيلعب مع بيلعب مع غزالة. دي حاجة عظيمة يا جماعة أنا بقول لك النهارده يوم المفاجآت في الحيوانات. بص يا جماعة إيه الحيوان التاني اللي قاعد ده ظبي ده نوع أنواع الغزال خلاص أو ظبي حلو. أنتوا ملاحظين المنظر ده يا جماعة رمزية ما بعدها رمزية ده يا جماعة كاريكاتير نو كومنت ده كاريكاتير بلا تعليق يعني فن الكاريكاتير كمان بدأ عند المصري القديم وبلا تعليق. فاكره زمان صلاح جيني يقول لك يرسم لك النكته في الاهرام زمان خالص الله يرحمه وكان يكتب لا تعليق ولا اول مره نعرف يعني لا تعليق بعد كده اصبح برنامج كبير في العالم وبقى لا تعليق. بصوا يا جماعه اللعبه دي مش شطرنج ابوس راسكو عشان الناس اللي على النت ده مش شطرنج مصر القديم ما اعرفش شطرنج شطرنج دي لعبه فارسيه شاه طرنج نشوف الصوره اللي بعديها. طب امال ده ايه ده هم بيلعبوا لعبه ذكاء وعينيه بصي عينيه مفنجله كبيره مدوره وفتح بقه يعني في الاخر خالص هيتاكل الظبي هي فكره الذكاء بتاع اللعبه. طب مين قال بقى طب ليه مش هي شطرنج يعني مين لان اللعبه دي اتوجدت بالفعل يعني دي اتوجدت اللعبه دي واللعبه دي ممكن تبقى اسمها السند وسند دي لعبه طقسيه دينيه لغايه دلوقتي مش عارفين نظامها ماشي ازاي لكن الشطر هي تشبه في شكلها الشطرنج لكن الفكره بتاعت التحريك مش ممكن التحريك يكون ده اصل ان هم عرفوها بعد كده فارس واحنا ممكن يعني فارس وكده واحنا ممكن يعني لكن بصي على يمينه في حيوان واقف وحاطط بؤجه على خشبه بالظبط دي برضيه يا جماعه فيها برضيه سخريه طول ما انت ماشيه وحكمه
وحكمه طول ما انت ماشيه في هذه البرديه. تعال نشوف اللي بعديها. أوكي. القطه اللي بتقتل التعبان، غايه في الاهميه يا جماعه. الشمس في رحلتها في ال 12 ساعه بتوع بالليل في الديانه المصريه القديمه كان عندها 24 ساعه رحله كل يوم. 12 ساعه نهار و12 ساعه ليل. في ال 12 ساعه بتاعت بالليل بيظهر لها ايبيبي او ابوفيس، عايز اسميه ايبيبي، عايز اسميه ابوفيس الدين صح. ابوفيس ده الثعبان الضخم قوي ده، الوحش ده، الشرير ده، ده اللي مش عايز الشمس تشرق بكره، ده اللي مش عايز فجر، ده اللي مش عايز نور، ده الشر. ده اللي بيحب يتملي يعمل الاسفت. بالهيروغليفي اسفت يعني شر. ولو عملت هي جايه منها الاسفين دلوقتي. مش عايزين نفتي شويه بقى يعني ماشي بس اوكي يعني ممكن ناخدها كده يعني. مش هفوتها بس ماشي. نشكرك. واخده بالك؟ لكن بصي يعني شر. اسفت، لو عملت اسفت اعمل ماعت. شفتوا امبارح غطاء التابوت الاخضر التحفه اللي مصر ببراعه استردته من امريكا والعالم كله بيتكلم عليه. أيوه. ده كان كاهن اسمه فيه كلمه ماعت. ماعت غطاء التابوت بتاع امبارح ده اللي احنا استردناه ده وكلنا كنا فرحانين، كان عيد امبارح في مصر. أيوه. تمام. ليه ماعت؟ يعني الحق، العداله. اعملي ماعت طول عمرك. قوانين الدنيا كلها قوانين ماعت. العمر، الحياه، الدنيا، الكون، عدالة الكون، الكون ماشي مظبوط، ميزان الكون ازاي بماعت. طب هنا الصورة دي مكتوب فيها كلام بالهيروغليفي ده تحت معناه ايه؟ ده الكتابات الهيروغليفية دي منطقية، والهيروغليفية دي بتشرح لك دينيا قصة الرحلة بتاعتك مع الشمس كمتوفية. هتروحي مع الشمس، لكن لازم تتخلصي من ايبيبي. لو ما عرفتيش تتخلصي من ايبيبي كل ليلة كل ليلة بلا كلل، ايبيبي هيوقف الشمس ومش هيبقى فيه نهار ومش هيبقى فيه خير. ليه القطة هي رمز التخلص؟ علشان الشمس، علشان الشمس لازم هي اللي تكسب الضلمة. والقطة اتخذت كمثال للحماية الشمسية. ماسكة سكينة وبتذبحها، يقول لك يذبح له القطة. لا، ده دي القطة اللي بتذبح التعبان بقى. طيب ولو عملت اسفيت، لو ايبيبي كسب، ايبيبي ما بيكسبش. ايبيبي طول عمره كل ليلة، فالمتوفي يعمل ايه؟ يقول لك انا كل ليلة هثبت ان الشمس بتضرب ايبيبي، طب ما هروح حاططها على المقبرة عندي وكل ليله هي تحصل بقى بالمنظر اللي ايه والبرديه ديت او المنظر ده او النصوص اللي حضرتك لاحظتيها. هذه النصوص تحول المنظر الى حقيقه. هو كده، هو امن بكده. عشان كده زميلنا الاستاذ ابو زيد اللي بيهتم جدا بحيوانات وطيور مصر راح بعت لي الصورتين دول. القطه دي كنوع ما زالت عايشه برضه. هنشوف الصوره اللي بعديها بسرعه. هتلاقوا برضه نفس المنظر. بصوا بقى، هيقولوا قطه، لا معلش دي مرعبه برضه. يعني يقول لك قطه تقتل تعبان، دي قطه كيوت. لا معلش، في قطط وقطط بريه تبقى قويه جدا وتعرف تظبط التعبان. تمام. اعمل الماعت، ما تعملش الاسفت، لانك لو عملت الاسفت هتروح على الاتح في مصر القديمه. ايه بقى الاتح؟ الاتح اللي هو السجن. فكان هناك قانون وكان هناك جزاء لمن يفعل الاشياء الشريره. تعال نشوف الصوره اللي بعديها. فاعمل الماعت، ما تعملش الاسفت. لا لم اضرب دوابي، اهو محرات اهو. اول محرات في تاريخ مصر فعلا. كان مصر قديم وكان من الاف السنين قبل الصوره دي كمان. شوفوا اولا لما راح تشوفوا الالوان، يعني ده 3000 سنه ويه الالوان دي خلاص، مش يعني حاجه عبقريه. اتنين، بصوا لبسه ابيض ناصع. وهو في وسط المزرعه والطين ووسط حاره الطين دي، انت عارفاه اللي هو بيقلب الارض، بيقلب الارض، فلازم يعني الطين يبقى في كله وبتاع. لا بصي النظافه. اتنين، عامل كده بقى سكسوكه صغنونه كده على الموضه كده، جوتي كده اهوت لذيذ خلاص. دي مش ذقن مستعار، الذقن المستعار بتاعت الملوك. الذقن المستعار بتاعت الملوك، يعني رمسيس الثاني انتوا شايفينه نازل من دقنه ده، ده ذقن مستعار وليس ذقن اصليه. ليه؟ حقيقة. لان ده طقس ديدي. حتشبسوت لبس الذقن مستعار. دي صوره بتعبر عن مراحل بقى. بصي بقى اليمين، الله ينور عليك، اليمين ده حاجه زي سيكونس كده، مسلسل شغال قدامنا. فوق بيكسروا الخشب، بيعملوا خشب، بيعملوا حطب. تحت هو ماسك المحرات وموطي علشان يدوس اكتر. وبصوا على البقر وكده والفريزيان. انت متخيل دي بقره فريزيان يا جماعه اللي هي اللي بيقولوا عليها هولنديه؟ ايه الانسيابيه في الصوره دي؟ غير طبيعيه. بصوا الراس بتاعت البقر والجاموس والحاجات الجميله، بصها لفوق ازاي رافعه دماغها. على فكره كان في اغنيه بيغنيها لهم المصري القديم، اعملي بكد يا ايتها الابقار يا ايتها التيران رجلك في الطين ان الخصوبه للارض. يقعد يغني لها زي دلوقتي ما انت بتغني زي سيد درويش لما قال الله اله اله هيصه يلا هيله هيله بيله، وهم عشان يشجع العمل والعمال. اجمل منظر في تاريخ حياتك هتشوفيه. بصوا النحته دي يا جماعه. الام او الاب بيبص لبنته او ابنه خلاص. ده هنا ايه؟ ده هنا البقره الكبيره والبقره الصغيره. البقره الصغيره العامل
بيشدها يطلعها على المركب من الميه ماشي، وعاملها بالحبل وشدد ايديها شايفين. هي بتبص لمامتها ولباباها ورا، والتاني مطلع لسانه بيلحس على ديلها. ده الديل ده بتاع الزغنونه اللي هو بيلحسها دي. الفنان عامل حته رابط ما بين البشر والمركب والميه والبيبي والامومه والابوه بدون فصل بينهم، عامل كله متصل ببعضه كاهتمام بينهم. اذا المصري القديم وحنيته مع الحيوانات. طب معلش احنا اتكلمنا على كل الحيوانات تقريبا وما قلناش ليه الكباش، ده احنا عندنا طريق الكباش. ايوه اشكرك. 30 ثانيه نقول لكم على الكباش. ما بين معابد الكرنك، معابد الكرنك هيقول معبد الكرنك المره الجايه بصفر من عشره. معابد الكرنك ازعل منك قوي لو قلتي معبد واحد ماشي، معبد الاقصر ماشي ما فيش مشكله خلاص. بينهم في 2000 معبد فيله برضه متهيألي. ومع اشكرك برافو عليك برافو عليك. معابد فيله 10 من 10 النهارده متالقين انتوا الاثنين كويس. طيب ما بين هنا وما بين هنا في 2700 متر ممشى. ده الممشى اللي بيعملوه سياحي بقى واللي احنا ايه شفناه في 25 نوفمبر السنه اللي فاتت في الافتتاحيه الجميله في العرض الحلو اللي حصل. حلو كده حلو. لو بصيتي حضرتك وانت ماشيه في الطريق دوت لو رحت زرته هتلاقي ثلاث انواع من التماثيل عامله كده حقيقي. تمثال نختنبه وده ملك من ملوك مصر العظام. راس انسان جسد اسد، ادي فكره ابو الهول اللي احنا كلنا عارفينها دي مش مختلفه ماشي. راس كبش بجسم كبش، ادي نمره اثنين دائما راع وليه علاقه بالشمس. راس كبش وجسم اسد، يبقى في ثلاث انواع من هذه التماثيل الحلوه الجميله عشان تحمي الملك والموكب اللي هيمشي ما بين المعبدين. الكباش كانت قويه فراحوا عاملينها ايمن رع، عملوا لها رابط بينها وبين ايمن رع اللي هو الشمس اللي هو بيته فين؟ بيته معابد الكرنك. معلومات قيمة جدا وبنستمتع بيها ضيفنا الكريم الدكتور بسام الشماع عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو الجمعية الجغرافية المصرية. شرفتنا، شكرا جزيلا على وجودك. شكرا لوجود حضرتك معانا، امتعتنا واسعدتنا الحقيقة وفدتنا. شكرا.